حقائق عن ستيف جوبز قد لا تعرفها. ستيف جوبز كان يعاني من اضطراب تعليمي، أحد أهم أعراضه هو الصعوبة في القراءة والهجاء. والد جوبز البيولوجي هو سوري الجنسية، مسلم اسمه عبد الفتاح جندلي. كل منتجات أبل عند الإشهار عنها تشير إلى الساعة 9:41، وهو الوقت الذي فارق فيه الحياة ستيف جوبز. ستيف جوبز كان يعتقد أن اتباعه لحمية نباتية تجعله لا يحتاج للاستحمام. ستيف جوبز لم يسمح لأطفاله أن يستعملوا الآيباد، وحتى قلل من استخدامهم للتكنولوجيا. عندما كان جوبز شابا سافر إلى الهند في رحلة للحصول على التنوير وعاد بوذيا. إذا أعجبك المقطع لا تنسى أن تضغط على لايك وسبسكرايب. شكرا لكم.